بينضم لنا مباشرة من شرم الشيخ زميلنا محمد عصام عشان نعرف منه مزيد من التفاصيل حوالين هذا الحدث الهام. أهلا بك يا محمد وصباح الخير. اهلا بيك يا هشام. يعني في البدايه برحب بيك وبكل الساده المشاهدين، وبالفعل احنا النهارده لليوم الثاني على التوالي بنواصل تغطيتنا المستمره للمنتدى الاول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الافريقيه اللي بتستضيفه مدينه شرم الشيخ في دورته الاولى. ويعني كان بالامس بيفتتح هذا المؤتمر مصطفى مدبولي رئيس النهارده في جلسه لسه منتهيه منذ وقت قليل، كان بيحضرها الدكتوره نادين جامع وزيره التجاره والصناعه، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وكانت بتتكلم عن سعي الدول للتبادل التجاري بين بعض. ايضا شرفنا يكون لينا لقاء خاص مع الدكتوره نادين جامع وزيره التجاره والصناعه، وايضا الطيار محمد منار وزير الطيران المدني. معالي الوزير، يعني برحب بحضرتك معانا في البدايه، وبالتاكيد انه يكون مصر تستضيف هذا المنتدى اكيد ده يعني حاجه مهمه لمصر، وبيأكد على دور مصر في القاره الافريقيه بشكل عام. مؤتمر زي ما انت بتقول شيء مهم جدا، وبعد فتره الانقطاع عن استضافة المؤتمرات نظرا لظروف كوفيد 19. على فكرة جلسات الأمس بعد افتتاح دولة الرئيس لهذا المنتدى كلها جلسات مثمرة، وكانت كلها بتتكلم على تهيئة البيئة اللوجستية والإصلاحات اللي الحكومة أصلا عاملاها علشان النفاذ كلها تترجم كلها في النفاذ للدول الأفريقية. احنا جلسة النهاردة اللي أنا كنت شرفت بحضورها كنا بنتكلم على إزاي إن احنا نقدر نعظم التجارة البينية ما بين كل دول أفريقيا. فأنا بصراحة اتكلمت على دورنا كمصر والإجراءات اللي احنا بنعملها والتيسيرات اللي احنا بنقدمها لكل رجال الأعمال سواء صناعة أو تجارة للنفاذ للسوق الأفريقي. طلعنا بعدد برضو من المقترحات وبعض التحديات اطلعنا عليها اللي هي بتقابل رجال الأعمال في سبيلهم للنفاذ للسوق الأفريقي، لأن احنا على الرغم من ان احنا كم التيسيرات اللي بنديها، احنا كم صادراتنا للسوق الأفريقي لا تتعدى 1% من اجمالي واردات افريقيا بالكامل. ده رقم متواضع محتاج ان احنا نشتغل عليه عشان نصل لنسب اكبر منه، بالاضافه لان احنا نشوف توحيد مقاييس، توحيد مواصفات، توحيد اجراءات علشان نقدر ان احنا فعلا نتوسع بالشكل الامثل. كان من ضمن النقاش اللي انا اكدت عليها ان احنا لازم يكون عندنا للتجارة الأفريقية الإلكترونية مش مجرد عرض موارد ومنتجات، ولكن لا يتعرض عليها كمان جميع الإجراءات، الفرص الموجودة، الأسواق الواعدة اللي هي ممكن تقدر تتفتح، وإن هي ممكن يكون فيها جهد يعني مردود أكبر، وخاصة يؤدي كل الإجراءات اللي أنا بكلمك عليها دي تترجم في الآخر فعلا لتعظيم التجارة البينية في أفريقيا. لأن أنا مش هقدر أخرج السوق العالمي وإحنا لسه إحنا بيننا وبين بعضنا لسه الإجراءات محتاجة كثير، وكثير من الإجراءات محتاجة تيسيرات، محتاجة بعض اللوجستيات، محتاجة في بعض الأحيان قوانين وتشريعات وإجراءات علشان نصل للهدف اللي إحنا بنرجو إليه. هل بعد هذا المنتدى ممكن إن إحنا بالفعل نلمس هذه التيسيرات والتسهيلات؟ لا ده أكيد. إحنا على فكرة ابتدينا نشتغل فيها، وأنا على فكرة كل البرامج اللي أنا بعملها وخاصة للمصدرين دايما براعي السوق الأفريقي، بديله ويت أكبر، بدليل إن أنا في السابق كنا البرنامج دعم الصادرات كنت بدي شحن للي بيقوم لأفريقيا كنت بدي بنسبة 50% بتحمل تكلفة الشحن. أنا في البرنامج الجديد إن شاء الله اللي هيتم إطلاقه خلال أيام أنا بدي 80% من تكلفة الشحن لأفريقيا. أنا بدي فرصة أكبر في دعم الصادرات لكل من يفتح سوق جديد وخاصة السوق الأفريقي. فاحنا ابتدينا فعلا في هذه الإجراءات، بس النهاردة ممكن نحن نزيد من هذه الإجراءات ونتوسع فيها ونتواصل أكتر مع رجال الأعمال والمصدرين علشان أقدر فعلا أصل للهدف، وخاصة السوق الأفريقي ده سوق واعد. يعني أشكرك يا فندم، ويعني دلوقتي يا هشام هننتقل إيه؟